بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شباب الصف الثاني الثانوي نظام مقررات مدارس الشعلة الأهلية، هندرس طبعا الفصل الثاني أو الفصل الأول الدرس الثاني نظرية الكم والضرر. نظرية الكم والضرر طبعا الأهداف دي مهمة لازم نعرفها. قال لك نقارن بين نموذج بور والنموذج الميكانيكي الكم للذرة، هنعرفه بالتفصيل. فاحنا كده هنقارن ما بين نموذج بور والنموذج الميكانيكي للذرة. نوضح تأثير كل من الطبيعة الموجية الجسيمية لدي براولي ومبدأ الشك الهايزنبرج في النظرية الحالية للإلكترونات في الذرة، ونتعرف العلاقة بين مستويات الطاقة الرئيسية ومستويات الطاقة الثانوية أو الفرعية خلاص لذرة الإيه الهيدروجين. يبقى دلوقتي هندرس نظرية الكم والضرر. انا طبعا خدنا المرة اللي فاتت تعريف الكم. طيب قال لك الفكرة الرئيسية تساعد الخصائص الموجية الالكترونات على الربط بين طيف الانبعاث الذري وطاقة الايه الذرة. وعرفنا طبعا طيف الانبعاث الذري يا شباب كيف بيتكون. انا على سبيل المثال عندي الذرة في حالة استقرار، في حالة ايه استقرار. يعني ايه في حالة استقرار؟ يعني لا في الكترونات لا بتطلع ولا بتنزل. فين؟ في مستويات الايه الطاقه. طيب لما يحصل لها عمليه اثاره، يعني مثلا عطيت للذره المستقره دي مثلا درجه حراره، فايه اللي حصل للالكترونات؟ الالكترونات مثلا اللي في المستوى الثاني او المستوى الاول قذف للمستوى الثاني، والمستوى الثاني قذف للمستوى الايه الثالث وهكذا. الالكترون اللي قذف المستوى الثاني للثالث على سبيل المثال لا يستقر فين يا شباب؟ بمجرد ما الطاقة أو الحرارة يعني تروح من عليه أو تمشي من عليه بيبدأ ياخد فترة فين؟ في المستوى الثالث، ويبدأ بعد كده بعد فترة من الزمن بعد ما الطاقة تروح من عليه وبعد ما الإثارة بتعمل من عليه أي حاجة تثيره سواء كانت طاقة أو أي شيء، يبدأ بعد كده يرجع للمستوى الأصلي. وخلال هو راجع بيعمل حاجة اسمها إيه؟ انبعاث ذري. انبعاث الذري، إيه هو الانبعاث الذري ده؟ ده بيبقى طيف او ضوء مميز للعناصر. مميز لليه؟ للعناصر. وكل مادة او كل عنصر له طيف انبعاث ذري خاص فيه، خاص ايه فيه، وهكذا يا شباب. طيب نموذج بور، نشوف نموذج بور بيتكلم عن ايه. طبعا لسه قايل لك حالة حاجة اسمها حالة الاستقرار وحالة ايه الاثارة، لسه قايلهم من شوية المقدمة اللي انا ايه قلتهم دلوقتي. قال لك فسر نموذج الطبيعة الموجية. طبيعة موجية يا شباب يعني طبيعة الموجات، يعني له خصائص الموجات والجسيمية. يبقى بور فسر طبيعة الموجات، الطبيعة الموجية للضوء والطبيعة الايه الجسيمية للضوء ايضا. يقول لك طبيعة مزدوجة، طبيعة مزدوجة يعني له خصائص الموجات وله خصائص الايه الجسيمات للضوء العديد من الظواهر. ولكن بقي العلماء غير قادرين على فهم العلاقة بين البناء الذري والايه والالكترونات، دي كلها اسمها البناء الذري والالكترونات مع بعض، وطيف الانبعاث الذري اللي انا لسه قايل لك عليه. تذكر مما سبق ان طيف الانبعاث الذري الهيدروجين ايش يا شباب؟ منفصل، اي يتكون من ترددات محددة من ايه طاقة. لماذا يكون طيف الانبعاث الذري منفصلا وليس متصلا؟ ده سؤال جاوبنا عليه المرة اللي فاتت لو تفتكر، خدناه بالتفصيل. طيف الانبعاث الذري ده طيف منفصل، اما الضوء المرئي اللي هو فيه 7 الوان اللي هو الاحمر والبرتقالي و الى اخره بنفسجي والنيلي، دي بيكون ضوء متصل خلاص. والانفصال ده هو اللي بيميز لي خاصية العنصر. خاصية الايه العنصر، بقدر اعرف خاصية العنصر ده ايه او نوعيته ايه من خلال الانفصال ده. طاقة ذرة الهيدروجين، استفاد العالم بور من أفكار العالمين بلانك وأينشتاين اللي احنا درسناهم الدرس الأول، واقترح أن ذرة الهيدروجين مستويات الطاقة لها مستويات طاقة معينة يسمح الإلكترونات أن توجد فيها، وتسمى هذه الحالة حالة تكون الإلكترونات في الذرة أو تكون الإلكترونات فيها في الذرة بأدنى طاقة اللي هي حالة الإيه؟ الاستقرار. ركز بقى معايا. طيب ايه هي حالة الاستقرار يا ابطال؟ قال لك هي الحالة التي تكون الكترونات الذرة فيها في ادنى طاقة، يعني في مستويات الطاقة الطبيعية يا شباب.
يعني الالكترونات اللي في المستوى الثاني موجوده في المستوى الثاني، والثالث موجوده في الثالث، والرابع موجوده في الرابع. مفيش اي حاجه تغير بيحصل فين؟ في الذره. طيب هتيجي بعد كده يحصل حاجه عمليه اثاره. يعني ايه اثاره؟ بديها طاقه. طيب لما اديها طاقه ايه اللي هيحصل؟ الالكترونات تنتقل من المستوى الادنى الى المستوى الاعلى. تنتقل المستوى الادنى الى ليه؟ المستوى الاعلى. وبعد ما نشيل الطاقه من عليها بنقعد فتره، الكترون يقعد فتره من الزمن في المستوى اللي راح له، اللي هو مثلا كان في التاني طلع التالت، يقعد شويه في التالت، وبعد فتره من الزمن ايه يقوم نازل. وهو نازل يطلع لي حاجه اسمه طيف انبعاث ذري. طيف الانبعاث الذري ده بيبقى حاجه بتخص كل عنصر عن العنصر الاخر، او بيميز كل عنصر عن العنصر التاني بسبب طيف الانبعاث الذري. طيب كما ربط بور ايضا بين مستويات الطاقه لذره الهيدروجين والالكترونات داخلها، واقترح الالكترونات في الذره الهيدروجين في الكترون في ذره الهيدروجين يتحرك حول النواه في مدارات ايه؟ دائريه، على شكل ايه؟ دوائر، اللي انتوا خدتوها في قبل كده في المتوسط، مسموح بها فقط. وكلما صغر المدار كلما قلت طاقته. يعني مثلا ادي الذره حواليه كده، المستوى الاول الثاني، كل ما المستوى صغر كل ما طاقته اقل. يعني مثلا طاقة المستوى الاول ولا طاقة المستوى الرابع الاكبر؟ طبعا طاقة المستوى الرابع. يبقى كل ما بتطلع لفوق ايه اللي بيحصل للطاقة؟ بتزيد مستوى الطاقة في المستويات، الطاقة بتزيد اهو. كلما صغر مدار الكترونات قلت طاقته او قل مستوى الطاقة، وعلى العكس من ذلك كلما كبر مدار الإلكترون زاد طاقة الذرة أو زادت طاقة المستوى. بناء على ذلك فإن ذرة الهيدروجين لها حالات إثارة كثيرة، رغم أنها لا تحتوي إلا على الإلكترون. يوضح أفكار عالم بور الشكل اللي هو 1:10. يبقى أهو أدي النواة، الإلكترون كان هنا تحت الإيه؟ الاستقرار. بعد كده أعطيته طاقة، إديته طاقة، طلع من المستوى الثاني لليه؟ المستوى الثالث. الالكترون ما بيقعدش هنا يا شباب، ما بيفضلش هنا. بعد ما بتشيل الطاقة من عليه ويستنى شوية كده ويقوم ايه راجع تاني للمستوى. وهو راجع بقى بيطلع شعاع اسمه طيف الانبعاث الذري. خلاص ان شاء الله يكون فهمتوا يعني ايه حالة استقرار، وفهمتوا يعني ايه حالة ايه اثارة. وده الجدول بيصف بور ذرة الهيدروجين الأول، إن واحد النصف القطر كذا، عدد المستويات واحد، والطاقة النسبية ايه؟ خلاص طبعا 2 n³، اللي هي دي المستويات، 2 n³ يعني 2 المستوى الأول اللي هو عدد الإلكترونات يشمل ايه؟ 2 n³. المستوى الأول 2 × 1/4 بكام؟ ها ب2. يبقى ده المستوى الأول فيه 2. طب المستوى التاني اللي أنا بتكلم على ده، المستوى التاني ها 2 n³، يعني 2 × 4 في 2 × 8. يبقى التاني المستوى التاني يحمل كام الكترون؟ خدتوها انتوا في المتوسط. المستوى التاني يحمل كام الكترون؟ يحمل الكترونين، وخدناها السنة اللي فاتت، يحمل 8 الكترونات. طيب يبقى ادي المستوى الاول ايه هنا؟ ايه 2 هيساوي 4 من اي 1، واي 3 هيساوي 9 من اي 1 وهكذا، واي 4 هيساوي 16 من اي 1 وهكذا، 25 من اي 1 وهكذا. ده اللي هي مستويات بور. قال اخصص بور عددا صحيحا لكل مدار، واطلق عليه عدد الكم الايه؟ العدد الكمي، من اجل استكمال حساباته كما قام بحساب انصاف الاقطار اللي قدامك دي. وكما أن نصف القطر المدار الواحد مساويا كذا نانومتر، اللي هو كام؟ 529 من ايه؟ من 10,000 نانومتر. خلي بالك نانومتر ده أقل، اللي هو النانو للمتر، نانومتر للمتر بضرب 10^9. ونصف القطر المدار التاني كذا، خلاص. ومعلومات إضافية اللي هو شافها ايه؟ العالم بقى. طيب طيف الهيدروجين، الطيف اللي انا هسألكم عليه، اقترح بور ان ذرة الهيدروجين تكون في حالة المستقر،
أول حاجة في حالة مستقرة، وتسمى أيضا مستوى الطاقة الأول. وعندما يكون الإلكترون واحد في مستوى الطاقة N يساوي واحد، لا تشع الذرة أي طاقة. وعندما تضاف إليها طاقة من مصدر خارجي، إيه اللي بيحصل؟ الإلكترون ينتقل من المستوى الأدنى إلى المستوى الأعلى. طيب هذا الانتقال يجعل الذرة في حالة إثارة. وبعد كده يا شباب اللي احنا قعدنا شرحناه من شوية، وعندما تكون الذرة في حالة إثارة وضع غير مستقر، يمكن أن ينتقل الإلكترون إلى مستوى أعلى من المستوى الأقل، ونتيجة لهذا الانتقال هيبقى هيرجع تاني لمكانه الأصلي، يرسل إيه؟ ترسل الذرة فوتونات طاقته تساوي الفرق بين المستويين. يبقى طاقة الفوتون اللي هو اتش نيو هيساوي طاقة المستوى الأعلى مطروحة من طاقة المستوى الأدنى. ده الفرق في الطاقة. يعني مثلا لو المستوى الأعلى مثلا على سبيل المثال 5، والمستوى الأدنى 2، يبقى 5 ناقص 2 على سبيل المثال مثلا. طيب ده انتقال الإلكترونات للمستويات العليا. في 3 سلاسل يا شباب احفظهم كده، سلاسل ليمان وبالمر وباشل. ليمان من المستويات العليا إلى المستوى الأول، يعني من المستوى السابع للأول، من السادس للأول، من الخامس للأول، من الرابع للأول، من الثالث للأول، من الثاني للأول. ده مين؟ ليمان. يبقى ليمان من المستويات العليا إلى المدار الأول. طيب ده ليمان. بالمر اللي هي سلاسل الضوء المرئي، من المستويات العليا إلى المستوى الثاني، إلى المستوى الثاني أو المدار الثاني. من السابع لمين؟ ها، للتاني. من السادس للتاني، من الخامس للتاني، من الرابع للتاني، من الثالث للتاني. طيب باشن، من المستويات العليا إلى إن يساوي 3. دول تحفظهم كده، ليمان وبالمر وباشن. ليمان اللي هو فوق بنفسجية، وبالمر اللي هو الضوء المرئي، دي مهمة جدا يا شباب الرسمة دي، وباشن اللي هي السلاسل تحت الحمراء. يبقى ليمان إلى المستوى الأول، بالمر هو من المستويات العليا المستوى الأول، بالمر من المستويات العليا إلى المستوى الثاني، باشن أو السلاسل تحت الحمراء من المستويات العليا إلى المستوى الثالث، وهكذا. دي بيديك بيقول لك يعني على سبيل المثال الطاقة المستويات، مستويات الطاقة مشابهة لدرجات السلم وتمثل الخطوط المرئية الأربعة. عودة المستويات إن المستوى الأعلى من N لمستوى N2، وكلما زاد قيمة N اقتربت مستويات الذرة أكثر من من بعضها البعض. يمكنك مقارنة مستويات طاقة الذرة ذرة الهيدروجين بدرجات السلم، حيث يمكن لشخص أن يصعد أو يهبط من درجة لأخرى، وكذلك الإلكترون ممكن يصعد من مستوى لمستوى، من الثاني للثالث، من الثالث للرابع، وهكذا، حيث يمكنه الانتقال فقط من مستوى مسموح به إلى آخر. لما ينتقل بقى قلنا هيبعث حاجة اسمها إلكترونات، ولذلك يمكن أن تنبعث أو تمتص كميات معينة من الطاقة بتساوي الفرق بين المستويين. يوضح الشكل 1.12 اللي في الأعلى أن مستويات الطاقة في ذرة الهيدروجين لا يبعد بعضها عن بعض مسافات متساوية. يبقى المسافات دي يا شباب مختلفة، وذلك بخلاف درجات السلم. جايب لك يعني إيه؟ يعني ان ده مش زي ده يعني، ولكن الرسمه اللي فوق هنا تشوف هنا كده، يعني ده من المستوى مثلا الخامس والسادس، بص المسافه قد ايه من الخامس والرابع، من المسافه قد ايه. طيب فهمت كده؟ يعني هتلاقي المستويات مختلفه، المستويات مختلفه، او مستويات الطاقه مختلفه غير السلم، ده بيكون قد ده خلاص. ودي قلناها اهي، بخلاف درجات السلم. كما وضح الشكل تنقلات الالكترونات الاربعه التي تنتقل الخطوط المرئيه في ضفر الانبعاث الذري في الهيدروجين، وينتج عن انتقال الالكترونات من المستويات العليا الى المستوى الثاني اللي هو المرئي اللي لسه قايل لك عليها، اللي هي بالمر، والتي تشكل سلسله بارمر. كما قيس طاقه انتقال الالكترون في المنطقه غير المرئيه مثل سلاسل ليمان التي تنتقل فيها الالكترونات من المستوى العليا الى الاول، وباشن تحت حمراء من المستويات العليا للمستوى الثالث. مهمة جدا يا شباب. طيب يا شباب، حدود بور، ماذا قرأت؟ وضح لماذا ينتج عن سلوك الإلكترون في الذرة ألوان مختلفة بسبب الانتقال من مكان إلى آخر.
بسبب الانبعاث اللي الذري. حدود نموذج بور. فسر نموذج بور الطيف المرئي للهيدروجين إلا أنه لم يستطيع تفسير أي طيف آخر غير عنصر الهيدروجين. يبقى بور كل اللي عمله قدر يفسر منها شباب الضوء المرئي في منطقة الهيدروجين، ما قدرش أي يفسر أي حاجة تاني. كما أنه لم يفسر السلوك الكيميائي لباقي الذرات. وعلى الرغم من أن فكرة بور عن ذرة الهيدروجين وضعت الأساس للنماذج الذرية اللاحقة، إلا أن التجارب اللاحقة أوضحت خطأ نموذج بور بشكل أساسي، إذ لم تفهم منه حركة الإلكترونات في الذرات بصورة تامة حتى الآن. وهناك أدلة تؤكد أن الإلكترونات لا تتحرك حول النواة في مدارات دائرية. يبقى ده برضه خطأ. بور قال لك إن الإلكترونات بتدور في حولها في مدارات دائرية، وطبعا الجديد إنها بتدور في سحب إلكترونية. يبقى ده خلاص خدنا نظرية بور. بعد كده هنخش على النموذج الميكانيكي للذر، أو الكم، النموذج الميكانيكي للكم الذر. قال لك اقتنع العلماء في منتصف القرن العشرين أن نموذج بور للذرة غير صحيح. خلاص خلصنا من ده. فوضعوا تصورات جديدة ومبتكرة تبين كيف تتوزع الإلكترونات فين في الذرة. ده الحديث بقى. ففي عام 1924 اقترح أحد طلاب الدراسات العليا في الفيزياء اللي هو دي براولي. دي براولي ده اللي أحد الطفرة في مين؟ في الذرة يا شباب. فقال لك أدت إلى فكرة تفسير مستويات الطاقة الثابتة في نموذج بور. قال لك الإلكترونات موجات. الإلكترونات عبارة عن موجات. اعتقد دي براولي للجسيمات المتحركة خواص الموجات. يبقى فاكر خواص الموجية والجسيمية. قال لك إن أي جسيم يتحرك له خواص موجية، يعني رابط ما بين الاتنين. وقد عرف دي براولي أنه إذا كان الإلكترون حركة موجية وكان مقيدا بمدارات دائرية أنصاف أقطارها ثابتة، فإنه يستطيع إشعاع موجات ذات أطوال موجية وترددات وطاقات معينة فقط. وبتصور فكرته اشتق دي براولي المعادلة الآتية اللي هو بتقول لك لامدا يساوي اتش ام في. ام في ده اللي هو الزخم يا شباب، الكتلة في السرعة. الكتلة فين؟ في السرعة. يبقى لامدا اللي هو طول الموجة هيساوي ثابت بلانك تقسيم الزخم اللي هو الكتلة مين؟ في السرعة. اهو يبقى طول موجة دي براولي هي النسبة بين ثابت بلانك وناتج ضرب كتلة الجسم في سرعته. فاكرين ناتج ضرب الجسم في سرعته دي خدتها في الفيزياء، اسمه الزخم. يبقى نقول ثابت بلانك على زخم الالكترون او حركة الالكترون. دي كده قراءة، قراءة عامة. طيب بعد كده مبدأ هايزنبرج للشك. يبقى بعد دي برولي جه مين؟ هايزنبرج للشك. وقال لك انه من المستحيل عمليا اثبات ان الالكترون او تعيين مكان وسرعة الإلكترون في آن واحد، يعني في لحظة واحدة. كشف العلماء ومنهم هايزنبرج وبور ودي براولي خفايا الذرة بالتدريج، إلا أنه الاستنتاج الذي توصل إليه عالم الفيزياء هايزنبرج كان له أثر كبير في النماذج الذرية. فقال إيه بقى؟ أنه من المستحيل أن تأخذ أي قياسات للجسم ما دون التأثير فيه، أو أنه من المستحيل عمليا، اهو ملخص نظرية هايزنبرج، اهو انه من المستحيل عمليا معرفة سرعة جسيم ومكانه في آن واحد او في الوقت نفسه بدقة. يمكن ان انا اشوف سرعته بس ايه، ما اقدرش احدد مكانه، او احدد مكانه بس ما اقدرش اعرف ايه سرعته. خلاص. فعمل ايه؟ تصور محاولة ايجاد موقع بالون متنقل مليء بغاز الهيليوم في غرفة مظلمة. فإذا حركت يدك تستطيع أن تحدد موقع البالون عندما تلمسه، إلا أنك عندما تلمس البالون تنتقل إليه طاقة وتغير من مكانه، اللي هي طاقة بقى إيه؟ أعطيته طاقة حركة، هو كان في طاقة وضع، وخد طاقة الوضع انتقلت لطاقة حركة وهكذا، يبقى أنت نقلت له الطاقة. وتستطيع أيضا أن تحدد مكان البالون بإضاءة مصباح يدوي، تجيب المصباح اليدوي وتحدد الكلام ده كله إيه؟ في الهجاي زي ما بيقولوا يعني. وباستخدام هذه الطريقة تنعكس فوتونات الضوء من البالون وتصل إلى عينك محددا مكان البالون. ولأن البالون جسيم كبير نسبيا، لذا يمكن تأثير الفوتونات المنعكس عنه عن موقعه صغير جدا وغير ملحوظ. ولكن تصور محاولة تحديد مكان الإلكترون باصطدامه مع فوتون عالي الطاقة. ولأن الفوتون طاقة مماثلة لطاقة الإلكترون نفسه، الفوتون تقريبا لنفس طاقة الإلكترون، لذا فإن التصادم بين الجسمين
يغير كلا من الطول الموجي للفوتون وموقع الإلكترون وسرعته المتجهة اللي احنا لسه قايلين عليه في مبدأ دي براول، أي أنه يحدث تغير لكن لا يمكن تجاهله في مكان الايه الإلكترون وحركته. ملخص الموضوع بقى قال لك ايه هايزنبرج، أنه من المستحيل عمليا معرفة سرعة جسيم ومكانه في الوقت نفسه بدقة. يمكن ان انا اعرف واحد منهم ولكن ما اقدرش اعرف الايه الاثنين. ده طبعا مثال، نكمل عشان الوقت. معادلة شرودنجر الموجية، جه بعد كده يا شباب العالم النمساوي شرودنجر في نظرية الموجية الموجة الجسيمة الذي اقترحها دي براولي، واشتق شرودنجر معادلة على اعتبار ان الكترون ذرة هيدروجين موجة. يبقى هو اعتبر ان طبعا من كلام بور ان ذرة الهيدروجين ان الكترون ذرة الهيدروجين عبارة عن ايه موجة. وظهر نموذج شرودنجر لذرة هيدروجين ينطبق بانطباق جديد على ايه او تطبيق جديد على ذرات الايه العناصر الاخرى، وهو ما فشل فيه نموذج ايه بور في تحققه. ويسمى النموذج الذري الذي يعامل الكترون على انه موجات بالنموذج الموجي الميكانيكي للذرة. بس يبقى ايه النموذج الميكانيكي للذرة؟ هو نموذج ذري يعامل الكترون على انها موجات. طبعا بور كان بيقول لك ايه على انها ايه جسيمات، ده كان تصور بور. طيب اعتبر حل معادلة شرودنجر يمثل دالة ايه موجية، اعتبر على انها موجات وبدأ يحل المعادلة بتاعته واثبت وجود الالكترونات. بس قال لك احتمالية وجود الالكترون، يعني هناك بور قال لك ان الالكترون بيدور في في مدار ثابت، لا قال لك ده انه في حاجة اسمها السحابة الالكترونية. زي السحابة الالكترونية يعني احتمال تواجده في اي مكان متعرفش متقدرش تحدد هو فين. ولذلك رسم كده زي رسمة دايرة وجواه ايه النواة وجواه وحوالينا نقاط 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 نقاط. قالك النقاط دي معناها ايه؟ ان ممكن يكون هنا وممكن يكون هنا، احتمالية وجوده في اي ايه مكان. ضمن حجم معين من الفراغ حول النواة. هندرسها قدام شوية، مش عارف الرسمة اهي. ده مثلا النواة اهي، وده احتمالية وجوده مع كده، وتسمى ايه السحابة الايه الالكتروني، السحابة الايه الالكتروني. فقال لك ايه موقع الالكترون المحتمل تنبأ دالة موجية ثلاثية بمنطقة ثلاثية الابعاد الالكترون حول النواة تسمى المستوى. يبقى ده المستوى، وهو يصف هو ايه بقى المستوى، يصف الموقع المحتمل لوجود الالكترونات. يشبه المستوى الفرعي سحابة تتناسب كثافتها عند نقط معينة مع احتمال وجود الايه الالكترونات. ودي طبعا زي ما احنا شفناه اللي ده شكل السحابة الايه الالكترونية، ده الشكل ده ممكن يكون موجود في اي مكان، الالكترون موجود في اي مكان وليس في مدار ثابت مثل ما قال مين، مثل ما قال بور. مستويات ذرة الهيدروجين، تعال نخش على طول، هنا في كلام كتير ولكن احنا في مستوى طاقة الهيدروجين في حاجة اسمها عدد الكم الرئيسي. عدد الكم الرئيسي ده رمزه ايه ان، وفي عدد الكم الثانوي ده رمزه ايه ال. عدد الكم الرئيسي اللي هو ده يا شباب 1 2 3 4 اللي هو كي ال ام ان او. طيب بعد كده المستويات الفرعيه، ركز في المعلومه الاول، لكل مستوى طاقه رئيسي نفسه من مستويات الطاقه الفرعيه. يعني المستوى الاول في كم مستوى طاقه فرعي؟ في واحد. طيب اللي الثاني في كم مستوى طاقه فرعي؟ 2، وهكذا. خلاص طيب فاكرين اس اس بس بس اهي، الاس يحمل كام الكترون؟ 2، البي 6، الدي 10، الاف 14. طبعا مستوى الطاقة الرئيسي تزداد طاقة الذرة، لذا تحدد ان مستوى الطاقة الرئيسية للذرة. يبقى الان هي التي تحدد مستوى الطاقة الرئيسي للذرة، يعني ان 1 2 3 وهكذا. طيب مستوى الطاقة الفرعي او الثانوي، قلت لك المستوى الطاقة الأول يحمل عدده يحتوي على مستوى طاقة واحد. طب المستوى الطاقة الثاني
يحتوي على مستوى طاقة 2، يعني الأول يحمل S، التاني S و B، التالت S و B و D، والرابع S و B و D و F، وهكذا لحد 4 مستويات أهي. ومستوى الرابع يحمل كام؟ 4 مستويات. أما مستويات الطاقة من 5 لـ 7، من 4 مستويات كالمستوى الرابع الرئيسي الرابع، يعني زيهم زي ايه؟ 5 و6 و7 زيهم زي مين؟ زي اللي هو الرابع، 4 و5، اس و بي و دي و اف نفسها. فكلما ارتفعت الى اعلى تحتاج الى ايه؟ الصفوف مقاعد ايه؟ اكثر، وكذلك يتزايد عدد الايه؟ يعني بيديك مثال على الايه شبه ده، يعني كل ما تطلع لفوق كل ما المقاعد ايه؟ بتزيد. يعني ده يقول لك شبه الايه المدرج ده. طيب المستوى الكلام ده احنا شرحناه شباب السنه اللي فاتت، اللي هو اس وبي ودي واف. في بقى تداخل حاجه اسمها الاوربيتالات، تداخل الاوربيتالات او المدارات. الاس يا شباب شكله زي الكوره كده، والبي عامل زي الكمثرى، كانك جبت كمثرى وكمثرى وقابلته من الراس للراس كده، هنشوفها دلوقتي. الشكل ده هو عبارة عن تداخل الايه؟ الاوربيتالات. ده كده مستوى ايه؟ اس، وده كده مستوى اس، بس ده المستوى الاول وده المستوى التاني. طب دي بقى اللي هو اللي انا قلت لك عليه، ده مستوى بي، في منه في 3 اتجاهات، في اكس، في اكس، وفي في واي، وفي في زد. 3 محاور رئيسية اللي بنقول عليها المحاور الفراغية، اللي هو اكس وواي وزد. الاكس واي، الاكس واي ده المحور الكارتيزيه، وزد ده اللي هو الفراغ التالت، يبقى دي اكس وواي وزد. طبعا ده شكل مين يا شباب؟ ده شكل البي، في منه 3 اهو، بي اكس وبي واي وبي زد. اما الاس ده شكله كوره كده زي الكوره، اس 1 هنا، واحد اس 1 وده ايه؟ عشان هنا 2 اس فاكبر منه في الايه؟ في الحجم. هنا ده طبعا تداخل مين؟ تداخل اللي هو البي مع الدي، تداخل اوربيتالات. خلاص ادي مجرد بس ايه نبذة، ولكن احنا عايزين نخش على الاساسيات. ايوه هنا مستويات الطاقة الفرعية. نكمل يا شباب. مستويات الطاقة الاربعة للهيدروجين، الواحد في اس، في مستوى فرعي واحد، في مستوى فرعي واحد، ها تاني في اس وبي. الاس طبعا يحتوي على كام اوربيتال؟ واحد، وده على كام اوربيتال؟ البي 3، يبقى في كام اللي هو مجموع المستويات الفرعية؟ 4. خلاص طيب ده اس بي دي، الاس في 2 والبي في كام؟ 3 والدي في 5، اجمعهم هيديك ايه؟ 9. 4 اس وبي ودي واف، هنا في كام اوربيتال؟ 1، هنا 3، هنا 5، هنا 7، 7 اوربيتالات اللي هي مربعات، يعني زي المربعات. في كام؟ في 16 اهو. يحتوي كل مستوى طاقة رئيسي على 3 مستويات، 3 اس، 3 بي، 3 دي، وهكذا. الجدول ده يغنيكم يا شباب عن الكلام اللي في الاسفل ده. في حاجة اسمها التوزيع الإلكتروني، عشان الفيديو طول خالص، فإن شاء الله هنشوفه المرة القادمة. التوزيع الإلكتروني مهم جدا، معرفة الجدول ده لازم تعرف الجدول ده مهم جدا عشان التوزيع الإلكتروني. اللي هو فاكرين يا شباب لما قلنا اس اس بس بس دبس دبس فدبس فدب، هي زي دي كده، التوزيع الإلكتروني تبع الكلام ده، ولكن دي بإيه؟ بطريقة تانية وبصيغة تانية. بس يبقى احنا خدنا كده ملخص الموضوع، او خدنا نظرية بور، ايه مميزاتها وايه عيوبها. بعد كده جه دي براولي غير النظام من الجسيمية للموجية، خلاص. وقلنا علاقة دي براولي اللي هي لامدا يساوي اتش على ام في، خدناها على الزخم، ثابت بلانك على الزخم. وقلنا طبعا النموذج الميكانيكي دي طبعا خدنا منه، في خدنا شوردنجر، وخدنا اسمه ايه ده اللي هو هايزنبرج في النموذج الميكانيكي، وخدنا طبعا الاشكال الفراغية
لبعض المستويات الفرعية اللي هو S و B و D وهكذا، اللي هو الشكل اللي في الأعلى. ده ملخص الدرس، وربنا يوفقكم إن شاء الله يا شباب. إن شاء الله الدرس القادم في التوزيع الإلكتروني. السلام عليكم.